يا مرحبا وسهلا حياكم الله. اليوم ان شاء الله نتكلم عن موضوع او نغطي لكم جيتكس طبعا من 9 الى 6 اكتوبر. هم اعرف لكم انهم متعلق بالالكترونيات لجميع دول العالم من اعظم واكبر المعارض. طبعا دخلنا المعرض من الداخل وان شاء الله نصور لكم احدث الاشياء الموجوده عندنا. ما اعرف ايش سالفه، المهم شفتهم متحمسين الجماعه، قلنا نرويكم حماسه. شو الفكرة هذه؟ كأنها غيون. تخيلوا ان هذه باكر تركبونه تتنقلون بيت عمه بيت خاله بيت امي. شخبارك؟ هلا بحميد، هلا بأمون.